إذا مشاهدينا للمزيد حول أوضاع القطاع الصحي في العراق وشحة الدواء بسبب سياسات الحكومة تنضم إلينا عبر سكايب من لندن الطبيبة العراقية الدكتورة فاطمة العاني. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي مشاهديكم الكرام. حياكم الله دكتورة. معاناة يعيشها العراقيون مستمرة بسبب رداءة الدواء في المستشفيات والصيدليات، كيف يمكن فهم معدل المخصصات المصروفة للقطاع الصحي في ظل هذه المعاناة وافتقار المستشفيات للمقاومات؟ ما هي الموازنة ما بين ما يتم صرفه ومخصصات للمستشفيات وما بين الخدمة المقدمة؟ يعني لا توجد أي وجه للمقارنة. معروف لدى العراقيين أن الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق لم توفر المخصصات اللازمة التي يتوجب عليها أن توفرها للقطاع الصحي من أجل أن ينهض هذا القطاع بخدماته أولا، ومن أجل ثانيا تطوير هذا القطاع نحو الأفضل وتزامنا مع التطور الذي يحدث في العالم. بل على العكس من ذلك، المخصصات تذهب إلى جيوب الفاسدين وتذهب إلى الصفقات الفاسدة، إضافة إلى عدم كفايتها، إضافة إلى عدم وجود أناس يعني الذين يتحملون مسؤولية مثل هذه، يعني الموازنة التي يجب تخصيصها للقطاع الصحي. الأرقام المهولة لوزارة الصحة أرقام كبيرة يعني بالمقارنة مع الخدمات المقدمة، يعني ربما توازي ميزانيات بعض الدول، ولكن مع ذلك لأنها لا توجه إلى يعني إلى طريقها الصحيح في الصرف، وتذهب معظمها إلى جيوب الفاسدين والصفقات الفاسدة، ولذلك لا نرى هناك أي تطور وأي يعني خدمات أصلا بالحد الأدنى التي تتوجب أن تتوفر لهذا القطاع إذا كانت هناك يعني مثل هذه المخصصات الكبيرة. المخصصات الكبيرة أصلا لا تصل إلى هذا القطاع، لو كانت هناك لكان يعني ظهر للناس وتبين لهم أن هناك فعلا صرف يعني يتم على هذه المستشفيات. على العكس، حرائق المستشفيات التي يعني تفتقر إلى أبسط الخدمات الصحية، المراكز الصحية المتهاوية التي يعني حتى المباني هي ليست مباني صالحة لتقديم مثل هذه الخدمات التي تمس صحة و يعني الإنسان، والتي هي من أهم الشروط استمرار الحياة. إذن هناك فقط إعلان لأرقام، ولكن صرف حقيقي على هذا القطاع ووصول هذه الأموال فعلا إلى القطاع الصحي هي ليست حقيقة وليست موجودة على أرض الواقع. طيب هنا الحكومة دائما تقول أن القطاع الصحي في تطور مستمر وأن المؤسسات الصحية قادرة على توفير الخدمة، في المقابل العراقيين يتوجهون إلى العلاج للخارج بكثرة خصوصا في السنوات الخمس الأخيرة، وهناك نقص كبير في الأبنية والخدمات الصحية والمستشفيات. يعني الحكومة تعلن مثلا تم افتتاح وضع أساس أي مستشفى، ولكن معظم هذه الأساسات لم يتم استكمالها، وحتى التي تم افتتاحها هي أين تشغيلها؟ يعني كلها مجرد دعايات دون أن يعني تمت لأرض الواقع بأي صلة. القطاع الصحي لحد الآن يشكو من التدهور، حتى أن هناك يعني في لا ولا زلنا نتذكر الحرائق الكبيرة التي حدثت في المستشفيات. أين هي تطوير البنى التحتية للمستشفيات التي أصلا هي موجودة الآن؟ حتى بناء المستشفيات بناء عشوائي يفتقر إلى يعني الأسس الصحيحة لبناء أي مستشفيات، مثل قيامهم باستعمال الكربانات وغيرها مما أدى إلى حرائق كبيرة كما يعني شهدنا في السنوات الماضية وغيرها. صح، نعم. طيب هنا أيضا كل هذا طبعا يدفع بالمواطن إلى السفر وصرف، لأن العلاج والصحة تتطلب دائما مبالغ طائلة، فالأفضل أن يذهب الإنسان المواطن العراقي إلى بلد ثاني من أجل أن يحصل فعلا على خدمات صحية، وليست فقط أن يذهب إلى مستشفى ربما لا يعود منها سالما إلى أهله. نعم. طيب أزمة القطاع الطبي لم تقف عند الفحوصات والمستشفيات، بل امتدت أيضا إلى قطاع الدواء أيضا في ظل توقف 50% من معامل الأدوية. الأسباب الحقيقية الداعية إلى أن لا تعمل معامل
الأدوية، وليس معامل الأدوية فقط بل معظم الصناعات العراقية متوقفة، ولكن ليكن الملف اليوم عن الأدوية بالتحديد. من المعروف أن العراق كان في مقدمة الدول، معمل سامراء الذي يشهد له العالم العربي وليس فقط العراق في أدوية، في يعني جودة حتى الأدوية التي كان ينتجها هذا المصنع العريق، إضافة إلى المصانع التي تم بنائها بعد هذا المصنع، والذي كان هناك خبراء حقيقيون وأساتذة حقيقيون يشرفون على هذه المصانع، ومنهم أساتذة في كلية الصيدلة المعروفة على مستوى الوطن العربي ومستوى جامعة بغداد المعروفة على مستوى العالم، والخريجين الذين يتخرجون من هذه الجامعة. نعم. هذه المعامل والمنتوج الذي تقوم بإنتاجه يغطي قسط كبير من يعني الأدوية التي تحتاجها. نعم. العراق، ولذلك إذا عملت هذه المصانع وبالإضافة إلى المصانع التي تم بنائها بعدها، سوف تكون منافسة كبيرة وشديدة، وسوف تؤثر على ما يتم استيراده من الخارج وخاصة من إيران. ولذلك فمن مصلحة من يساندون ويدينون بالولاء لإيران أن يتم تخريب هذه المصانع من أجل تغليب مصلحة إيران وجميع الدول المستفيدة. وهذا يقودنا إلى سؤال، أن السودان اعترف بأن هناك 3 مليارات دولار تصرف من أجل شراء أدوية معظمها لا تخضع أصلا للرقابة الصحية وللفحص، كيف تعلقين على هذا المبلغ؟ هل أصبحت المليارات تذكر هكذا جزافا في العراق؟ بالنسبة للسياسيين الآن في العراق الذين يدعون أنهم سياسيين، هي في الحقيقة بالنسبة لهم لا شيء، لأن كمية الأموال التي والمبالغ التي يعني يحصلون عليها جراء الفساد المستشري هو أكبر من ذلك بكثير، والمليارات بالنسبة لهم لم تعد تهمهم. وحتى لو كانوا يذكرون مثل هذه المبالغ لكي يبينوا للرأي العام أنهم يعني يتابعون ويحصلون على أدق التفاصيل، ولكن هم لا يفهمون أن هذه المبالغ تعني للشعب العراقي هو افتقاره إلى هذه الخدمات، افتقار المواطن الفقير الذي لا يستطيع حتى السفر للخارج إلى أبسط الخدمات، حتى الحصول على الدواء بحد ذاته، لأن الدواء الموجود الآن في العراق غير مفحوص، غير خاضع للشروط يعني الجودة، معظم الأدوية هي أدوية مهربة. إذا كانت هذه المبالغ تصرف على الأدوية، فالأولى في الحكومة أن توفر هذه الأدوية في الداخل، وأن يتم يعني استفادة العراق من هذه المبالغ بدل أن تذهب. ولكن المشكلة تتعارض مع مصالح الأحزاب والميليشيات الداعمة لها. نشكرك الشكر الجزيل من لندن، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.